المنسية للدكتور أسامة حجازي. والرحمة الغراء بالخيرات تهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصيدلية المنسية. تحدثنا من قبل عن الخضروات وعرفنا أهميتها، ولا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الفواكه ونقول الفائدة المرجوة من وراء هذه الأنواع من الفاكهة. الفاكهة تعتبر أيضا من الأشياء المنسية في الصيدلية الموجودة في المنزل، وتناول كثير منها يقي من كثير من الأمراض، وتناول كثير أيضا منها من بعض منها يعالج كثير من الأمراض. خلونا نبدأ بالبرتقال أو ثمرة البرتقال. يعتبر البرتقال ملي طبيعي ومقاوم للإمساك، وكمية الألياف المتواجدة فيه تساعد الجهاز الهضمي على الحركية الدودية المعتادة له، وبالتالي تقاوم مرض الإمساك أو عرض الإمساك بعيدا عن تناول الملينات التي قد تسبب مشاكل كثيرة جدا للجهاز الهضمي. أيضا ثمرة البرتقال مفيدة للصدر والسعال عن طريق زيت البرتقال. زيت البرتقال لو استخدمناه مفيد جدا للسعال ومفيد جدا للصدر. أيضا ثمرة البرتقال فاتح للشهية، ويحسن تناوله قبل الوجبة بساعتين، من الأشياء التي تفتح الشهية للطعام بصورة جيدة جدا. التفاح وبجانبه أيضا خل التفاح. هناك مثل إنجليزي: إذا تناولت يوميا ثمرة من التفاح فقد تجنبت كثيرا من الأمراض. هذا المثل من الناحية الطبية يحمل كثير من الصحة الطبية. التفاح أو خل التفاح بيساعد كثير جدا في إمداد الجسم بكمية رائعة من الفيتامينات الطازجة، وبالتالي يساعد في رفع جهاز المناعة بصورة طيبة جدا، وأيضا يساعد في مقاومة الإمساك زي البرتقال نتيجة الألياف المتواجدة به. ويستحسن أن يتناول التفاح كاملا بقشره، لأن فعلا قشرة التفاح تحتوي على كثير من الفوائد. وزي ما بنقول المثل بيقول: خد تفاحة في كل يوم تبعد المرض عنك بالدوم، يعني دوما. تناولت الأمثلة كثير ثمرة التفاح لأهميتها من الناحية الغذائية. الليمون وهو من عائلة البرتقال، من عائلة الموالح، يعتبر مطهر ومضاد للروماتيزم، وهذه الناحية يستخدم فيها الليمون كشراب، ويستخدم أيضا زيت الليمون بالتدليك على أماكن الآلام أو أماكن الروماتيزم. أما من ناحية مطهر فإنه مطهر للقصبة الهوائية وللحلق وللفم عن طريق تناوله كشراب، وأيضا عن طريق الغرغرة أو التغرغر به بعصير الليمون بدون ماء، ينقي اللوزتين والحلق ويطهر هذا المكان جيدا. من الأشياء أيضا الطيبة بالنسبة للليمون ويشترك معها البرتقال والموالح وجود فيتامين سي أو فيتامين جيم بكمية كبيرة في هذه العائلة، وبالتالي بيزيد المقاومة لأعراض البرد ونزلات البرد، ويرفع أيضا من جهاز المناعة. وأيضا من الأشياء الطيبة جدا في الليمون والبرتقال بوجود فيتامين سي أو فيتامين جيم هي تقوية الشعيرات الدموية على مستوى الجسم، وبالتالي تقوية
شعيرات الدم على مستوى الجسم كاملا. كل هذه الفوائد وكل هذه الإرشادات الطبية متواجدة ما بين التفاح والليمون والبرتقال. أتمنى أن لا تخلو المائدة من أي منهما أو من أي واحد من الثلاثة حتى نستطيع الحصول على الفائدة الطبية منهم. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الرحمن، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.